أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولاد کے لیے رزق کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.